رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن زيادة عدد المشجعين ل 20 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري الممتاز عقب أو نايل دوري نايل، ده عقب موافقة الجهات المتخصصة. منتخب مصر للكرة الشاطئية خسر أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 6-2 في مباراة لجامعة المنتخبين في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بالإمارات، وودع منتخب مصر البطولة بعد فوز البلد المضيف على أمريكا في لقاء الجولة الثانية والخسارة من منتخب إيطاليا بنتيجة 6-2. نجحت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة في صناعة التاريخ في بطولة الألعاب المائية المقامة في قطر بعد حصد الميدالية البرونزية في السباق 50 متر فراشة للمرة الثالثة في تاريخها. وفي الدوري الإنجليزي حقق ليفربول فوز كبير على مضيفه برنتفورد بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب جريفن بارك في افتتاح منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح النجم المصري محمد صلاح في صناعة ثاني أهداف الريدز من توقيع الأرجنتيني ماك أليستر في الدقيقة 55، وأضاف صلاح ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 65 من اللقاء من مجهود فردي رائع. وصل فريق أرسنال نتائجه الرائعة وحقق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة 5-0 في مباراة لجامعة الفرقتين على ملعب تريرف مور معقل بيرنلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان خسر فريق توتنهام هوتسبير أمام ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في مباراة لجامعتهم ضمن نفس الجولة في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. ونروح للدوري الإسباني، وحقق فريق أتلتيكو مدريد فوز كبير على لاس بالماس بخماسية نظيفة في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني للموسم الجاري. فريق باير ليفركوزن عزز صدارة ترتيب الدوري الألماني بالفوز على هايدنهايم بنتيجة 2-1 في مباراة لجامعة الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 22 من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دين.